بسم الله الرحمن الرحيم. حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل حين، ويعرفه فؤادي باللطيف. ذكرتك ربي لا أني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. وكدت بلا وجد أموت من الهوى، وهان علي القلب بالخفقان. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله. وبعد، أيها الجمع الكريم، ها نحن قد عدنا إلى مائدة القرآن الكريم وأهله في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم المرحوم المغفور له بإذن ربه سبحانه وتعالى الحاج حسني دبا، سائلين الله تبارك وتعالى له واسع الرحمات والمغفرة ولجميع الأهل والأحباب صبرا وسلوانا. عشنا أيها الأحباب في فقراتنا السابقة مع مشايخنا وقرائنا في مدارسهم القرآنية المتنوعة، والآن أيها الأحباب نغوص ونسبح مع المدرسة الإسماعيلية الحصانية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا منها. نعيش وإياكم الآن، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة من والدنا وشيخنا صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ محمد غانم، سائلين الله تبارك وتعالى له حسن الأداء، ولنا ولكم حسن الاستماع، وأن يفتح الله تبارك وتعالى عليه فتوح العارفين به. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إن
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. صدق الله العظيم.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك له عقبى الدار صدق الله العظيم. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأدعوا
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب فنعم عقوبة الدار جنات عدن يدخلون فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم يدخلون عليهم
فنعم عقب الدار. صدق الله.